نور حضرتك كابتن ايمن، مساء الخير على الكباتن. مليون مبروك. دايما الفوز بيدي مدلول مختلف، بيخلي الارقام تتكلم. الارقام دايما لها قيمه مع الفوز، مع الثلاث نقاط يا كابتن ايمن. احنا بنتكلم دلوقتي النهارده في ايجابيات كتيره جدا بعد العوده طبعا من السويتشنج اللي قلنا عليه من افريقيا طبعا للمشوار المحلي للدور المحلي. دلوقتي في ثلاث مباريات، ثلاثه فوز، تسع نقاط. والاهم بقى كابتن ايمن، احنا عندنا تسع اهداف في الثلاث مباريات. تسع اهداف، يعني رفعنا رصيدنا. الاهلي رفع رصيده ل 33 هدف، والنهارده هو اقوى خط هجوم في الدوري من 14 مباراه. يعني احنا بنتكلم على الاقل طبعا في عدد المباريات، ولكن معدل تهديفي يعني 2.3. الاهلي هو الافضل واقوى خط هجوم حتى الان. استقبلنا 14 هدف في يعني ال 14 مباراه، والنهارده الهدف يعني طبعا تقريبا 15، ولكن ما زلنا ماشيين بخطوات يعني كويسه جدا من الناحيه الرقميه. النهارده مباراه بتتكلم الارقام فيها كابتن ايمن على شوطين مختلفين. يعني الشوط الاولاني زي ما حضراتكم وصفته بالظبط فنيا، برضو رقميا بيعكس الاداء والاستحواذ والسيطره والهيمنه وكل حاجه احنا شفناها في الملعب. الشوط الاولاني بس كنا احنا وصلنا ل 68% استحواذ مقابل 32%، في اكتر من 11-12 تسديده على المرمى، منهم 8 من خارج منطقه الجزاء. عندنا رقم ايجابي النهارده قبل ما نخش في الارقام، كنت بتكلم مع حضرتك كابتن ايمن قبل المباراه، ان النادي الاهلي عنده عدد تسديدات كبيره جدا من خارج منطقه الجزاء. وصلنا ل 68 تسديده من خارج منطقه الجزاء في ال 13 مباراه الاولانيين، منهم بس هدفين. النهارده الاهلي سدد صح عدد كبير جدا من التسديدات من خارج منطقه. النهارده توتال التسديدات على المرمى 18 تسديد، منهم بس 11 تسديده من خارج منطقه الجزاء. ال 11 تسديده من خارج منطقه الجزاء منهم هدفين بس النهارده، فده رقم ايجابي في تطوير كبير جدا للتسديدات من خارج منطقه الجزاء. طبعا ده طبعا بيختلف من مباراه للاخرى، وعلى حسب تحليل الخصم، وعلى حسب طبعا سير المباراه تضطر اللعيبه ان هي تسدد من خارج منطقه الجزاء، ولكن النهارده كانت باينه بشكل كبير جدا حتى في الارقام. 4-1، وصلنا 33 هدف زي ما قلنا. استحواذ بعد نهايه بقى الشوطين ونهايه المباراه 59% للنادي الاهلي مقابل 41% للاتحاد. ثلاث ركنيات النهارده للاهلي، وده يعني مش المعدل اللي احنا متعودين عليه مع الاهلي. دايما الاهلي بيوصل لسبع ركنيات، هو اكتر فريق عمل ركنيات يعني متوسط بالمباراه في الدوري حتى الان. ست ركنيات عند الاتحاد، وده العكس اللي احنا متعارف عليه الاتحاد. زي ما قلنا حضرتك يا كابتن ايمن، متوسط الاتحاد في الركنيات ثلاث ركنيات فقط بالمباراه في اجمالي ال 20 مباراه اللي هم لعبوهم. النهارده عملوا ركنيات كتيره سته، وقعوا في التسلل ثلاث مرات، الاهلي زيرو. المحاولات بقى والتسديدات على المرمى ده اللي بنتكلم عليه، 18 تسديده للنادي الاهلي النهارده، منهم بس 11 تسديده من خارج منطقه الجزاء، والسبعه من داخل منطقه الجزاء. عندنا 8 على الثلاث خشبات بدقه وصلت ل 44%. النهارده الاتحاد السكندري فيه سبع تسديدات بس على المرمى، منهم اربعه على الثلاث خشبات بدقه وصلت ل 57%. فرص الاهلي النهارده 10 فرص بشكل عام، الاتحاد سبع فرص، ولكن الفرص الكبيره الحقيقيه او يعني اللي كانت ممكن تترجم لاهداف وضاعت كانت 2-1. الاهداف المتوقعه الاكس جي، الاهلي قد يصل النهارده لاكثر من 3 اهداف، وطبعا احنا تعدينا ده بقى اصبحنا اوفر اتشيفنج. ده معناها ان احنا طبعا كان في 2 ضربات جزاء، ولكن ضربات الجزاء يعني الاهداف المتوقعه منها طبعا لو هي ضربه جزاء كضربات جزاء، ولكن دي ضربه جزاء اثناء المباراه، فبالتالي الرقم دوت احنا النهارده الاهلي احرز 4 اهداف، وده اوفر اتشيفنج لان كان في هدفين ضربات جزاء. الناحيه الثانيه الاتحاد السكندري كان يصل لهدف، وده حصل فعلا. التمريرات الصحيحه كنا بنقول لحضرتك ان الاتحاد السكندري من اضعف او من اقل الفرق في التمريرات بشكل عام والتمريرات الصحيحه في المباريات، زي الجونه بالظبط، هم اقل الفرقتين في التمريرات. النهارده عملوا تمريرات شكلها اكبر شويه بمتوسط المباريات السابقه، يعني وصلوا 300 تمريره صحيحه بدقه 80%، وده طبعا مش اسلوب لعبهم زي ما احنا عارفين. الناحيه الثانيه عند النادي الاهلي طبعا وصلنا النهارده ل 563 تمريره، منهم 487 تمريره صحيحه بدقه وصلت ل 87%. الكرات الطوليه طبعا عند الاتحاد السكندري عمل رقم النهارده 39 لونج بول، منهم 15 بشكل صحيح وصلوا الدقه 38%. نادي الاهلي 34 مره 34 كره طوليه، منهم 11 فقط بشكل صحيح بدقه 32%.
العرضيات النهارده ما كانش عندنا الرقم الكبير المتعارف عليه، دايما الاهلي بيصل ل 25 و22 عرضيه وكروس في الماتش الواحد او المباراه الواحده، النهارده 11 فقط منهم اثنين بشكل صحيح، لان اللعب معظمه كان طبعا ثرو ان وكرات بينيه واختراقات من العمق، حتى الكرات الطوليه اتلعبت كانت دايما من العمق او من هاف سبيس اكتر من الكروسات. اثنين دقه 18% عند الاهلي، ناحية الثانيه الاتحاد السكندري عمل 17 كروس منهم سته بشكل صحيح بدقه 35%. دريبلينج عند النادي الاهلي النهارده والنادي الاتحاد يعني مقاربين، ولكن الدقه عند النادي الاهلي افضل 85%. ده بالنسبه للمراوغات. نكمل الارقام ونشوف تصديات حراس المرمى، يعني 3 مقابل 3. شفنا مصطفى شوبير النهارده شال اكتر من كوره، خساره الكوره وخساره الاستحواذ النهارده، الاهلي خسر الاستحواذ او الكوره اثناء يعني المباراه النهارده في حارس الكوره، خسرها 120 مره مقابل 126 مره للاتحاد السكندري. الاهلي طبعا مميز النهارده برضو، الاتحاد شفناه بيعمل الكاونتر بيسنج، بيعمل البول ريكفري بشكل كبير النهارده، تساوي 95 مره. بالنسبه بقى للاعتراضات وابعاد الكوره، النادي الاهلي النهارده ما كانش عليه الضغط الكبير ان احنا نشوف اعتراضات او بلوكات بشكل كبير جدا، وبالتالي الارقام ديت بتقول ان الاهلي ابعد الكوره 15 مره من الخلف، اما الاتحاد السكندري طبعا كان فيه ضغط كبير جدا وكان فيه يعني هجمات كتيره جدا وصلت ل 10، عملوا 10 اعتراضات و21 مره لابعاد الكوره. الشكل العام ده ارقام المباراه النهارده يعني بتشير الى الافضليه للنادي الاهلي من بكل الارقام، من ناحيه الاستحواذ التسديدات والنقاط الايجابيه النهارده في الارقام زي ما قلنا، المعدل التهديفي بيزيد، وصلنا لافضل فريق كده من الناحيه التهديفيه في الدوري العام، والناحيه الثانيه التسديدات على المرمى من خارج منطقه الجزاء فيها تطور كبير جدا، وصلنا ل 11 و12 تسديده فيهم دقه عاليه جدا وشكلوا خطوره كبيره جدا. فيهم هدفين النهارده. وهدفين بالظبط، الهدفين من خارج منطقه الجزاء، بنتكلم 68 تسديده في ال 13 مباراه منهم هدفين، النهارده بس هدفين من 11 تسديده من خارج منطقه الجزاء. صحيح. طبعا النهارده افضل ارقام في المباراه. يعني احنا عارفين ان احنا اتكلمنا طبعا على عمر كمال، مزبوط. عمر كمال كان ليه دور كبير جدا وارقامه طبعا من افضل الارقام، ولكن عايز اقول لحضرتك ان في اثنين تفوقوا على عمر كمال وما كانوش ظاهرين بشكل كبير جدا، ولكن الارقام ظهرتهم لان كان ليهم دورين مهمين جدا، او كان ليهم مردود في الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه. كويس. نتكلم على رضا سليم وبنتكلم برضو على مروان عطيه. ليه هما الاثنين افضل ارقام؟ ثم طبعا عمر كمال، ما فيش شك عمر كمال النهارده لعب مباراه كبيره جدا وساهم يعني في الفوز النهارده، ولكن لو استعرضنا مع بعض ارقام رضا سليم وارقام طبعا زي ما قلنا مروان عطيه، هنعرف ليه هما خدوا اعلى سكور في المباراه من الناحيه الفنيه والرقميه. يعني لو نستعرض الارقام مع بعض هتلاقي طبعا النهارده رضا سليم ساهم في تمريرات مفتاحيه وساهم طبعا احرز هدف، يعني هنا ارقام رضا سليم لعب 84 دقيقه احرز هدف، لمس الكره 41 مره، تمريرات النهارده وصلت لدقه 83%، لمس يعني عمل تمريرات 23 مره، التمريرات المفتاحيه النهارده عمل 2 تمريره مفتاحيه كانت ممكن يحرز منهم اهداف. فيبدو وظاهر بالارقام يا كابتن ايمن ان من الناحيه الهجوميه عند رضا واضحه ان ليها مساهمات كبيره جدا. يعني نكمل الارقام علشان طب هو لو بالشكل دوت بتبقى داخل في موضوع الارقام معدلات الجري اللي جريها اللاعب، جري قد ايه مثلا في المباراه؟ لا يعني احنا مش داخله ملهاش علاقه في دي بتشمل السلبيه في معظم الاوقات. يعني انت في لعيبه بتجري كتير جدا معدلات جري كبيره جدا، ولكن مش مؤثره، ممكن ما تكونش مؤثره بشكل كبير جدا، لان يهمنا في الارقام التغطيه قطع بالظبط المساهمات الدفاعيه والناحيه الهجوميه. يعني شوف هنا في العرضيات رقم مش كبير، ولكن منه 2 منها 1 صحيح، ولكن هنا هنتكلم على التدخلات الثنائيه. شوف بقى الناحيه الدفاعيه، احنا اتكلمنا في الناحيه الهجوميه رضا سليم احرز هدف عمل 2 كي باس، النهارده بقى الناحيه الدفاعيه لا كان في تدخلات ثنائيه 7 مرات من يعني كسب منهم 4، ده رقم كبير. الناحيه الثانيه برضو في الالتحامات الهوائيه، خسر الكره النهارده من اقل اللعيبه اللي خسرت الكره مع انه كان عنده تمريرات بشكل كبير جدا، فده اداله سكور عالي. يعني هنحفظ الارقام دي يا كابتن ايمن، نبص بقى مع بعض على ارقام مروان عطيه ونشوف بقى التفوق المختلف عند مروان عطيه خليته النهارده ياخد برضو سكور عالي جدا. يعني هما دخلنا على طول في الحالات، يعني بالظبط بنعرض، شوف جون من خارج منطقه الجزاء، تسديده متقنه فيها تكنيك فيها طبعا
يعني يعني مش عايز اقول ميكانيزم بيتلعب بطريقه يعني مختلفه، وده فعلا اديته افضليه النهارده في الارقام مع الاثنين كي باس مع حتى التدخلات الثنائيه والهوائيه، كان ليه دور كبير جدا من الناحيه الدفاعيه. وده دايما الكولر في تصريحاته يا كابتن ايمن بيقول لا اللاعب دوت بيشارك او بيساهم في الناحيه الدفاعيه، وده بيميز لاعب عن اخر، فبالتالي دي الارقام بتقول كده. الناحيه الثانيه مروان عطيه لمس الكوره النهارده 100 مره، طبعا احنا متفقين جميعا ان البوزيشن بيختلف، يعني يعني مركز كل لاعب بيختلف. مركز مروان عطيه بيسمح له ان هو يلمس الكوره بشكل كبير، النهارده عنده تمريرات كتيره جدا، ولكن ساهم ايضا باسيست تمريرات حاسمه عنده واحده، وعنده اثنين تمريره مفتاحيه كي باص النهارده يا كابتن ايمن. فالناحيه الهجوميه عند مروان النهارده مع التمريرات الكثيره ودقتها ليها دور كبير. نخش بقى على التدخلات الثنائيه، هنا بقى الكابتن يا كابتن ايمن بص 6 مرات منهم كسب منهم 5 بشكل صحيح، حتى الالتحامات الهوائيه كلهم كسبهم اللي هو التحم فيها النهارده، ومن اقل اللعيبه في خساره الكره النهارده 5 مرات، فبالتالي الارقام دي بتقاس من الناحيه الدفاعيه لا عاليه جدا ولها مساهمات كبيره جدا في ان يبقى في توازن النهارده وقوه من الناحيه الدفاعيه للفريق. بالتالي هو ايضا مروان عنده مساهمه هجوميه بشكل كبير جدا، 2 تمريره مفتاحيه وعنده تمريره حاسمه واحده النهارده. نخش بقى على الحالات سريعا، احنا كان عندنا فرص كبيره جدا، احنا شفنا الاتحاد واتكلمنا عليها كابتن ايمن اقل الفرق في التمريرات، ولكن احنا قلنا حته مهمه جدا قبل المباراه مع حضرتك ان الاتحاد من اقل الفرص في تضييع الفرص، من اقل الفرق، من اقل الفرق في بالظبط في نسب اضاعه الفرص المحققه، دي معناها ان هو فرص قليله بيحرزوا منها اهداف، وده اللي حصل النهارده. شفنا الفرص قليله جدا والنهارده استطاعوا ان هم يحرزوا هدف ويشكلوا خطوره على النادي الاهلي. عندنا حتى النهارده بالدقائق في هجمات كتيره جدا للنادي الاهلي كان ممكن ان هو نلعبها بشكل متقن احسن، لان الفريق الاتحاد من اهم نقاط الضعف عنده طبعا الكرات البينيه واللعب في العمق. دي طبعا كانت في بدايه المباراه في الدقيقه اعتقد الدقيقه 10. نفس الكلام يعني احنا بنتكلم على دايما البيلد اب، نبدا ان احنا يعني نلعب بشكل جماعي في مثلثات، في لعيبه قريبين مع بعض بيفتحوا زوايا تمرير، ولكن انا اعتقد ان احنا يعني مع الهجمه لما تكمل يا كابتن ايمن بص عدد التمريرات يعني كثيره جدا، بنبدا ان هو يسحب لعيبه الاتحاد لان دايما عندهم مشاكل في الكرات البينيه او زي ما بنقول السو ان او الشبات بتتلعب في ظهر النزول. طبعا وسام متحركاته النهارده على فكره برضو حقق ارقام كبيره جدا، يعني ده برضو الهدف اللي انتوا اتكلمتوا عليه. احنا كنا بنتكلم على هجمات ثانيه يعني كان ممكن نتكلم فيها وتوضح ايضا ان كان عندنا فرص كبيره جدا نقدر نلعبها بكرات زي كده. حسين الشحات كان ممكن بقى، حسين الشحات من البدايه كابتن ايمن عنده 2 بقى بالظبط يلعب الباك باص، يعني نكمل هنا ده اللي بنتكلم عليه. ليه احنا ما شفناش كورسات كتيره النهارده عند النادي الاهلي؟ لان زي ما قلنا يعني ستايل لعب ايوه، بس نقف يعني قبل ما حسين الشحات ياخد الخطوه، ده اللي بنتكلم عليها يا كابتن ايمن، الكوره البينيه اللعب في الهاف سبيسز ده من اهم نقاط الضعف. خد حسين الشحات كان ممكن يلعب فعلا الباك باس وتبقى طبعا تشكل فرصه خطيره جدا كان ممكن تترجم لهدف. بالنسبه للارقام على فكره الفرصه دي ما اتحسبتش ولا فرصه ان هي محققه ولا حتى باص كي باص بشكل صحيح. الشكل اللي احنا شفناه مع حسين الشحات النهارده اتكرر كتير جدا النهارده، يعني حتى في الدقيقه 29 كان في ضغط عالي وكاونتر بريسنج كبير من النادي الاهلي، يعني برضو نفس الكلام يعني كان في فرص كبيره جدا. دي اعتقد هنا استرجاع الكره بسرعه زي احنا متعودين وشفناه بشكل كبير جدا. المرتدات بقى كابتن ايمن يعني وشوف احنا كان ممكن الكره دي تتلعب طبعا من كريم، لا من قبل بقى، كان احنا بنتكلم على السكاننج، يعني احنا لو نرجع من خطوات قبل ما اول ما خدها كريم فؤاد كان ممكن يلعبها بسرعه من اول لمسه يا كابتن ايمن الناحيه الثانيه. مش هنتكلم كتير في الحالات حضراتكم يعني اتكلمتوا بتفاصيل، حبينا بس نضيف بعض الحالات اللي بتشير ان احنا كان عندنا فرص كبيره جدا ان احنا يعني ندبلر الارقام دي النهارده ونستغلها بشكل كبير جدا. في النهايه يعني مبروك 3 نقاط اخر 3 مباريات، 9 نقاط 9 اهداف، يعني ارقام كلها ايجابيه. عقبال المباراه الرابعه ان شاء الله الاخيره بالظبط قبل يعني الرجوع طبعا ان شاء الله للفاينل افريقيا، وده الاهم باذن الله.